رجعت لكم تاني من الفاصل. انا قلت لكم ان احنا النهارده هنعمل حلقه سهل ولذيذ كده. حلقه النهارده اسمه حلقه تراب الملوك، هنعرف ليه وايه مكوناته وكل حاجه. الاول اقول لكم على المقادير عشان نبتدي نشتغل. عندي هنا 3 باكت بسكوت مطحون، وعندي كيس دريم ويب، وعندي علبه قشطه، وعندي نشا، وعندي جبنه كريمي، وعندي اناناس قطع وما نرميش ميه الاناناس هنحتاجها، وعندي زبده، وعندي معلقتين سكر. طيب حلقة النهاردة احنا قلنا ان هو حلقة طبقات، هما 4 طبقات بس سهلين جدا، هيتعملوا بسرعة قوي. نشوف كده وانتي واقفة في المطبخ هتبتدي بايه وهتعملي ايه. نبتدي بسم الله. اول حاجة اهي هجيب البسكوت، وانا الكاسات اللي انا عاملها النهاردة كاسات مش كبيرة، انتي بقى ممكن تعمليها في بايركس وتعملي بقى العدد اللي انتي عايزاه. اهي حط عليها الزبدة، يلا ونشتغل شغلانة بتاع كل مرة كده. نقلب كويس، وانا زي ما قلت انا عشان هنا برضو الكاسات هي هتديها طعم، الزبدة هتدي للبسكوت طعم. انت لما تعمليها في البايركس اهم طبقة تقومي ضغطها كويس قوي، لان انت هتقطعي الحلة، فمحتاج ان هو يكون كل الطبقات ماسكة ببعضها كده. ان شاء الله بإذن الله هيعجبكم كده. بس البسكوت وقعته شوية كده. يلا نقلب كويس، عضلاتنا تشتغل كالعادة، شغلوا عضلاتكم كده اهي. طيب الحمد لله خلصتها على خير. اول طبقة هجيب بقى الكاسات بتوعي، كاسات كده لطيفة وشكلها ظريف كده. طبعا انا بجهز الحاجات دي، بحط كميات صغيرة جدا علشان الكاسة عندي مش كبيرة، بس انتي في البيت انتي هتعملي بايركس او هتعملي كاسات، فانتي هتعملي عدد كبير، فانتي تعملي الكمية كلها. انا بعمل بس عشان انا عندي كاستين وانا مش عايزة اهدر الخامات، فنعمل كده شوية بس كده صغيرين عشان بقية الطبقات عندي تبان كده اهو. طيب كده خلاص ادي اول طبقة، وعشان نحس بقى ان احنا انجزنا نشيل اول طبقة دي بحاجاتها خالص. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ هفتح النار كده، هبعد بس دي عن النار، وانتبهوا من الحاجات دي في المطبخ، خلي بالك. هاخد دي مية الأناناس اللي أنا قلتلك ما ترميهاش، فاكرة؟ اهي حط مية الأناناس كده، وهحط معلقتين كبار نشا، حطي كده النشا تمام. حطي قلبي بسرعة 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 كده، بس انتوا عارفين النشا بيكلكع على طول، يعني في مجرد الثانية اللي أنا روحت فيها دي ممكن النشا يكلكع كده. انتي بقى ممكن عشان تتفادي دي في نفس بتاعت مية الاناناس ومنزلة معلقتين النشا وتقلبي، هتقلبيهم على البارد ده اللي اقصده كده اهي. دي طبعا هتلاقيها تقلت على طول، انا قبل ما هي تتقل بقى هعمل ايه؟ هاخد كده معلقة صغيرة، وادي الطبقة عندي قطع اناناس ما فيهاش ولا اي حاجه، انا بس مقطعاها كده قطع اهي، احط كام قطعه صغيرين طبعا عشان انا عندي الكاسات صغيره، انت بقى عندك حطي كتير كده. بالنسبه للكاسات دي يعني شويه دول هيفرقوا كده اهي، خلي دي عشان احنا هنحتاجها تاني. بصي على طول ثواني، المهلبيه بتبقى اتعملت ريحة الأناناس تحفة، لازم تجربيها حلوة جدا اهي. قلبي حلو علشان أنا مش عايزة يبقى فيه أي كلكعة للنشا، جربيها هتعجبك أوي اهي كده حلو أوي. خلصت، شفتي سهولة زي كده اهي. هحط بقى الطبقة دي، نزليها كده، واو
بصي لونها حلو قوي. حط دي كمان كده 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 كده. طيب انا ممكن لو انا مش بحب خالص الاناناس وانا مش عايزة اعمل الاناناس، انت ممكن تجيب الخوخ بس اللي هو المعلب عشان احنا عايزين المية بتاعته. هبدي دي واجيلك على طول. طيب هسيبها تهدى شوية قبل ما اقولك كده على كذا اختيار لو انت مش عايزة الاناناس المعلب. احنا ممكن نجيب الخوخ المعلب او الكريز، ليه لا، مفيش مشكلة، هيطلع برضو طعمها حلو. وهقوم عاملة نفس الخطوات وهاخد المية بتاعتها، السائل بتاع الخوخ او السائل بتاع الكريز او السائل اللي انت عايزة تستخدميه، واعمله برضو نشا واعمله بنفس الطريقة. يا ستي انا ما بحبش المهلبية ومش عايزة اعمل مهلبية اصلا. طيب خلاص ممكن نعمل طبقة كريم كراميل. هجيب باكت الكريم كراميل اللي هو لونه اصفر من غير الكراميل بتاعه، وفضيه، حط عليه كوباية مية، قلبي 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 بسرعة، وقومي حطيهم برضو في الكاسات. دي كده عندك اختيار تاني. اختيار تالت بقى لو احنا عايزين نعمله جيلي. طيب هتعمليه جيلي، ممكن ان انت تعمليه جيلي، بس خلي بالك الطبقة دي احنا مش هنسيبها تبرد كده وتقوم جامدة على طول، لا، انت محتاجة ان انت تدخليها التلاجة وتعملي الطبقة الرابعة اللي هي الاخيرة اللي احنا هنعملها دلوقتي. ده هياخد معاك انت وقت اكبر. عندك وقت اوكي، معندكيش وقت حاولي تعملي المهلبية كده هتنجزك في الوقت، لان الجيلي هتضطري تدخليه وتطلعيه وتعملي الرابعة. انت على حسب وقتك انت قسمي كذا اختيار في ايدك، زي ما قلتلك ما تلتزميش بحاجة معينة، مش انا قلت كده يبقى كده، لا، عندك كذا حاجة في دماغك كده، اقعدي كده اشتغلي. طب انا عندي كذا، هاخد كذا، هاخد اعمل كده، هتمشي كده معاكي. هسيب انا دول اهي خلاص هيهدوا خالص، وهعمل انا الطبقه الرابعه. هاخدها كده هنا عشان اوريها لكم. اهي بسم الله. طيب ايه هي الطبقه الرابعه؟ احنا قلنا جبنه كريمي، قشطه، جبنه قشطه كريمي، جبنه قشطه كريمي، اي نوع جبنه تاني لا، جبنه قشطه بالذات الحلويات، حاولي ما تخطريش بالحلويات. طيب عندي كيس دريم ويب. طيب انا ما عنديش دريم ويب، هعمل ايه؟ الكريم شانتيه، حتى لو هو السايب، ما هو الدريم ويب هو الكريم شانتيه، حتى لو عندك السايب خدي مقدار يعني نقول نص كوبايه، نص كوباية اللي هي بتاعت المعيار، او الكوباية اللي انت هتعيري بيها عادي اي حاجة. وادي علبة القشطة اللي هي بنجيبها معلبة، ينفع مع الطريقة دي مبسترة؟ اه ينفع، دي الطريقة اه ينفع معاها كده. طيب بالنسبة بقى القشطة البلدي اللي بتاعتنا اللي احنا بنخزنها في الفريزر دي وبنعملها زبدة في الاخر خالص، تنفع؟ لا ما تنفعش، لان انا عايزه طعم معين للقشطه المبستره او القشطه اللي هي بتبقى معلبه، انا مش عايزه طعم القشطه بتاعنا. هضربها كده خلصت ثواني هوا، ده هننزل دي كده. طيب نشيلها كده، خد معاها بالمرة الحاجات اللي مش نظيفة بقى نحطها في الحوض. ايه؟ طيب شيل النشا كمان كانت عليه يعني، نشيله. هاخد معلقة هحط كده. واو بصي الطبقة عملت ازاي، افرديها، الطبقة بتبقى تقيلة طبعا. هشيل دي كمان، هعرف ده الراحة جاية بقى، شيل دي اهي. بصي الطبقة حطها كده، بعد كده افردها براحتي اهي، ممكن تحطيها كده وتعملي لها زي شكل، اي حاجة هتمشي مفيش مشكلة معانا اهي. طيب انا دلوقتي ما عنديش القشطة وما عنديش كل الحاجات دي، هاتي كريم شانتيه واضربيه بشويه لبن، خلاص على كده، كده بقى زي الفل.
هاخد شويه كريمه كمان عشان الطبقه عندي تبان وهاجي افردها. كده عفوا. طيب اهو هاخد حاجه كده صغيره ابتدي ان انا اساوي بيها، مش اساوي قوي، انا عايزه الطبقات عندي تبان، يا دوبك هعمل كده بس اهي كده. طيب هحط دلوقتي، رش بقى شويه بسكوت، ريحتها حلوه جدا، لازم تجربوها، سهله سريعه، اهم حاجه مش مكلفه، دي اهم حاجه، تحفه حلوه جدا. حطي كده بسكوت كتير، البسكوت بيدي طعم قرمشه حلو جدا كده. هقوم حاطه بقى اناناس، اناناس كتير، حطي اناناس كتير، طعمه حلو جدا. وزي ما قلنا اختيارات في ايدك، اهم حاجه نوع الفاكهه يبقى طري، اهم حاجه يبقى طري، ما ينفعش تجيبي فاكهه اللي هي الفواكه الفريش تستخدميها في الحلقة ده، صدقيني مش هيطلع حلو معاكي كده. او بقى لو انت بتعمليه، يعني انت بتجيبيه وبتعمليه، دي حاجة تانية، بس برضو انا دايما بفضل في حاجات معينة كده ان انت تجيبيه. بس كده شكله النهائي، كده كده الكاسات اهي شكلها باين والطبقات كلها باينة. يا رب تكون الكاسات دي عجبتكم. عملنا النهاردة خبز البيتزا وعملنا حلى تراب الملوك، قلنا الاختيارات اللي احنا ممكن نعملها. اتمنى يا رب تكون وصفات النهاردة عجبتكم. اشوفكم في حلقة جديدة ويوم خليجي جديد، هستناكم من الحلقة للحلقة، بتوحشوني كتير، اشوفكم على خير، مع السلامة.